طبعا مدام رسميه يا منى ويمنى يعني بيقولوا ستتين يعني او كانوا اتجوزوا عليهم جوازاتهم صح كده؟ حبيت اعرف هنا الفريق هنا بيقول بتقولي ان انا كنت بقول اكمل بس غيرت رايي، فخلينا نقول انت كنت بتقولي اكمل ليه ودلوقتي بتقولي ما كملش ليه؟ هو انا قلت اكمل عشان خاطر بناتي، انا معايا بنتين علياء واسماء والاثنين كان يهمني طبعا سمعتهم وكده يعني ونفسيتهم. اتجوزتي كام سنه الاول؟ 25 سنه. 25 سنه. في مصنع وفي نفس الوقت بعد الظهر تاجر حلويات. اتفاجئتي بقى جه قال لك انا هتجوز ولا انت عرفت ان هو اتجوز؟ ده هو بالعكس، ده هو خبى كمان عن اهلي كمان وانا كنت عارفه واتجوز بعديه مرتين. انت عرفتي ازاي؟ انا عرفت عن طريق احبابه اللي هم احبابي لغايه دلوقتي، احبابي برضه اصحابك اصحابه واصحابي قالوا لي ان اتجوز مرتين. هم اللي قالوا لي قالوا لي ان هو الاول وانا قاعده في شقتي قالوا لي ان هو اتجوز وكده وقالوا لي بعد كده ان هو طلق. وبعدين رديت للاسف يعني بمنتهى المهانه. اسمعي انا هسالك سؤال قبل ما تقولي، انت لما عرفتي وجم هم اصحابه وقالوا لك ان هو اتجوز انت واجهتي يعني هو ده سؤال الحلقه بتاعتنا. واجهته وانكر. هو انكر لانه كان كاتب كتابه قبليه كمان قبل ما انا اتجوزه كمان بثلاث مرات. لا خلاص انا متعود يعني هو اتجوز. ربنا ينسيك. انت لما عرفتي هو اتجوز عليكي رغم ان هو انكر اخترت عادي. طب ماشي نكمل. هنا انت عايشتي في دور العبيطه، انا اسفه مش قصدي حاجه لكن أيوة. اللي هو اللي انت مش واخده بالك يعني ومشيت الحياه. وقلت لا ما مشيتش، هو يوم واحد بس يوم كان راجع لان كان كاتب عربيه باسمي وكان كاتب عربيه تانية يعني عربيتين باسمي، فشرط عليا ان العربيتين يرجعوا باسمه تاني، فقلت له لا هو يوم واحد بس، فراح على تاني على طول. يعني ايه يوم واحد؟ مش فاهماها. هو رجع يوم واحد بس، اهلي صلحوني عليه هو يوم واحد. كان شرطه ايه؟ كان شرطه مش عشان يرجع لي. قلت له لا بالسلامه بقى يعني. مش بالسلامه، قلت له بالسلامه هو نفسه لا. طب ما الحاجه اللي هي باسمي دي للبنات. خلاص انا تعبت معاك 25 سنه. سددت ديون معاك 25 بعد اليوم الواحد. احنا هنتكلم عملتي له بعد اليوم الواحد ده خلاص. كان في بنت يعني عايز اتقدم لها وكده، بنت بنوته كده، فطبعا ما رضيوش بيه وكده، فقال لك خلاص يعني هقعد معاها وهتجوز يعني هتجوز. اتجوز واحده دلوقتي ست كبيره وعايش معاها، بيبعت لنا المصروف. رديت للاسف. لا ما رضيتش ان انا اتطلق، كملت بره عشان بناتك. بدا يبعت مصروف بخس، مش لازم طبعا. انا عايز اسالك سؤال يا سيدي، هو انت لما هو اتجوز عليكي الست الثانيه انت فضلتي انت وبناتك في البيت بس هو مش داخل خارج عليكم؟ مش داخل خارج علينا، منفصلين يعني. ان دخل وخرج داخل عشان يدمر نفسيه البنات وبس. لكن انت كست طبعا ما نقدرش. هو غايب دلوقتي، ما نقدرش نقول ان هو بيعمل كده. انت ما رضيتش بكده. طب وهو بيصرف بخس مصروف قليله واللي يكلمه يا ده ما يرضيش ربنا. انت معاك بنتين. انا هسالك سؤال رسمي، انت ليه ما ليه ما اتطلقتيش طالما هو كده ولا كده؟ ما للاسف احتراما لاهلي، لان كان اهلي شايفين ان انا عشان واحده ست قانونا ماليش حق. ولا عشان ما فيش مصرف تاني ان انت تقعدي في حته وتصرفي وكده؟ لا هو انا واخده الحمد لله، والدي معلمني يعني ووالدتي معلماني على يعني. طب ليه ما نزلتيش كان تشتغل؟ بيصرف. بقول لحضرتك كان بيبعت مبلغ بخس ويقول لك انا بصرف على بيتين. رسميه ليه ما نزلتيش تشتغل؟ كان برضك احتراما لاهلي. كنت انزل اشتغل. للاسف انزل اشتغل. لا لما نزلت اشتغلت الحمد لله، شميت نفسي بفضل الله. دلوقتي شغاله تيتشر في احدى المدارس الخاصه وبقيت اكمل برضك وراضيه بالمبلغ البخس اللي هو بيبعته. وهنا قررتي انك تتطلقي؟ قررت غصب عن ان انا لازم ان انا هرفع خلع يا اما هرفع ترى لله. انت ليه غصب عنك مع انك قلتي في كلامها مفيده؟ قالت انا اقول لحضرتك انا رضيت. هو استنى وكملت بمنتهى المهانه يعني. أيوة. حاسين بمهانه. ايوه وبيهين بناته ومش عامل حساب برضك بناته. انا عايزاكي انا عايزه احدد حاجه في الحوار. اركنيني لبناته. انت كست بتقولي انك حسيتي مهانه من جواز جوزك الثاني عليكي. حسيتي كست ايه؟ ورابع. المهانه اللي هو في ايه؟ اشرحي لي احساسك من جوه. حسيتي انك انت مش كامله؟ حسيتي ان هو اختار عليكي حد تاني؟ حسيتي بقله ثقه انك مش لا حسيت ان مش هو ده الامان بقى، ملهوش اي لازمه. خلاص انا اقيم نفسي احسن. طب بمنتهى الامانه وهو خلاص هو قال لك ان هو اتجوز تاني، حسيتي ان هو ما قالش على فكره الجوازه التانيه ما كانش قال برضه لغايه ما هو اعترف.
لما يكون هو بيروح لها وبيبقى عندها بيقسم او هو في البيت التاني، كنت بتحسي بايه كسر؟ نيفر، ما كانش بيجي اصلا البيت خالص، ما كانش ينفع ان هو يجي جنبك، ما كانش بيقدر يواجهني ولا يواجه لكن بنيتها. بيجي على بالك كل يوم 100 مره ان انت عايزه تسيبيه وتمشي او كده ومش قادره؟ طبعا. لغايه ما اشتغلتي مدرسه؟ لغايه لما اشتغلت وبرضك بقيت اكمل مصاريف البنات. دلوقتي بنتي الحمد لله طالعه من اول كليه التجاره السنه دي الحمد لله، والبنت الثانيه ثانويه عامه. اذا قرارك بالطلاق منه مش عشان هو كان اتجوز عليكي، خلاص انت استحملتي قرفه وغدره والكلام ده كله، لكن اول ما اول ما حطيتي نفسك في طريق انك بتشتغلي وبتجيبي مرتب، قدرتي انك تحسي انك بني ادمه تقدري تاخدي قرار مع نفسك، صح؟ يعني عشان كده وبرضك يعني القانون في البلد للاسف. طب هنرجع لك تاني عشان موضوع القانون والطلاق. بناتي دلوقتي البنت الكبيره بقت 22 سنه، فخلاص يعني هطلع بره.